قلت إن تحرير فلسطين كلها في هذا الجيل ممكن، وإن مواجهة شاملة أو سلسلة من المواجهات بين الكتلتين الديمغرافيتين في البلاد أهلها وغزاتهم يمكن أن تضغط على نظام الفصل العنصري فيها حتى تسقطه. لكنني أزيد اليوم أن إسرائيل تعرف ذلك، وتعرفه منذ 20 سنة إن لم تكن تعرفه منذ تأسيسها، وهو منشور في تقارير مؤتمرات الأمن القومي الإسرائيلية المنعقدة في هرزيليا منذ بداية القرن، وهي مؤتمرات دورية يحضرها عادة رئيس الوزراء وقادة الجيش، فإنك تجد فيها بالحرف الواحد في تقرير عنوانه إسرائيل في عام 2020 نشر عام 2000 وأنا أقتبس: إن اتجاهات النمو الديمغرافية الحالية إذا استمرت تهدد مستقبل إسرائيل كدولة يهودية، وأنه لا بد من سياسة ديمغرافية صهيونية تضمن آثارها الهوية اليهودية لدولة إسرائيل، وهي لغة مهذبة مضمونها التطهير العرقي. وما عليك إلا أن تتابع سياسات إسرائيل في العقدين الماضيين من مضاعفة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم الدور وبناء الجدار وطرح قانون القومية اليهودية ونقل السفارة الأمريكية وصفقة القرن، ثم محاولة تهجير أهل القدس منها، لتعلم أنها كانت شارعة عشية هذه المواجهة في أيار مايو عام 2021 في التحضير لنكبة أخرى، إما بالتدريج حصاراً وإفقاراً، وإما دفعة واحدة بعمل عسكري. نعم، نحن قادرون على الانتصار، وهذا تحديداً ما يجعلنا في خطر. عدونا يعرف أننا قادرون ويخافنا، والخائف أشرس من المطمئن، وهو يتجهز لنا، ويلزمنا ألا نخطئ ولا نهدر إمكانية أو نضيع فرصة. لذلك فإن لكل منا دوراً في زيادة فرص انتصارنا وتقليل فرص هزيمتنا، وإن لك أنت شخصياً أياً كنت وأين كنت دوراً، إن أهملته دارت علينا وإن قمت به دارت لنا. ولا أعني هذه الجولة من الحرب فحسب، بل أعني الجولات القادمة كلها، أعني الحرب كلها، والمسافة بين باب بيتك وباب العمود، وبين التراب على رصيف شارعك والذهب على قبة الصخرة. فإن كنت بين البحر والنهر في غزة أو القدس أو الداخل أو مدنياً أعزل يواجه المجندين الإسرائيليين على الحواجز في الضفة، فقد كفيت ووفيت. أما إذا كنت من منتسبي أجهزة الأمن في السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن لنا معك كلاماً. يا أخانا، إن أمامك خيارين: إما أن تتعب إسرائيل وتضطرها لسحب قدر من قواتها من جبهتي غزة والداخل إلى المستوطنات في الضفة، فتضعف بذلك الجبهات الثلاثة جميعاً، أو أن تتكفل أنت لها بتأمين مستوطناتها وحواجزها، وتريحها مما يزيد على 3.5 مليون فلسطيني هم نصف شعبنا بين البحر والنهر، فكأنك ترسل بذلك تعزيزات عسكرية إسرائيلية للجبهتين الأخريين. هذا وإن كنت مهتماً بالقانون أوقات الحروب، فأنت تعلم أن القانون الدولي يجرم بناء المستوطنات، ويحمل الدولة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن كل ما يجري على مستوطنيها من ضرر، لأن نقلهم إلى الأرض المحتلة جريمة حرب، ولأن مقاومة أهل الأرض المحتلة لهم حق مشروع. ثم أنت الأدرى أن المستوطنين مسلحون حتى الأسنان ومدربون على القتال، وتهديدهم لأمن الفلسطينيين أمر لا يجادل فيه عاقل، ولا يتوقع أحد منك إلا القيام بمهمتك الرسمية في الدفاع عن شعبك ضد كل من يهدد حياته أو أملاكه. فإن استكثرت المستوطنات بتلالها وسلاحها وتحصيناتها، فإنك تعلم أيضاً أن محكمة العدل الدولية قضت منذ عام 2004 ببطلان الجدار العازل، وهو الآن عازل حقاً، إذ يعزل أهل الضفة عن أهل الجليل والساحل، فتستفرد الشرطة الإسرائيلية والجيش والمتطرفون بالمجتمعات العربية المحاطة بالغزاة في يافا وحيفا وغيرهما، سواء في هذه المواجهة أو ما يليها. فحكم المحكمة هذا يعني أن هدم ذلك الجدار أمر شرعي، وليست إسرائيل وحدها من تملك جرافات ومعاول. إن الوجهة التي توجه إليها رشاشك يا حضرة الضابط هي التي تضيف إلى عديد الشعب الفلسطيني بين البحر والنهر نصفه أو تحرمه من نصفه،
وتضيف إلى الجيش الإسرائيلي على سائر الجبهات نصفه أو تحرمه من نصفه. فقرر أمام عيون أمك وأبيك وأختك وأخيك، أعني أهل بيتك المباشرين وأعني بقية شعبك، وأمام عيون التواريخ، أين تريد أن توجه ذلك الرشاش؟ أن تحمي به شعبك من الغزاة أو أن تحمي به الغزاة من شعبك؟ فإذا اخترت الأولى فإن الشعوب تكرم من يحميها، وإذا اخترت الثانية فهل سمعت عن غزاة يكرمون من يخدمهم؟ هذا إذن عن فلسطين. أما عن سائر بلادنا، فإن كنت عربياً يحارب عربياً فضع سلاحك جانباً ولو مؤقتاً، وإن كنت في طائرة حربية تجوب سماء اليمن أو الشام وأتاك الأمر بقصف بيوت العباد فلا تطع الأوامر، وتذكر الشبه بين ملامح ضحاياك وملامح أهل غزة، واستنتج بعدها بمن ستشبه أنت في هذه المقارنة. ولتعلم أن هناك جنرالاً إسرائيلياً يبتسم كلما قتل واحد منا أخاه، وأن ذلك الجنرال لا يهمه خلاف في سقيفة بني ساعدة، ولا يهمه مسار الديمقراطية في بلادنا، ولا سؤال العلمانية والتدين. لقد استقرت الرصاصة في جسد لنا لا له، وهذا يكفيه ليبتسم. أما الغالبية الساحقة منا، أعني الأعزلين الأكثرين في المشرق والمغرب، فمن كان منا في بلد يسالم إسرائيل فليتبرأ من هذه الاتفاقيات علناً في الشارع إن استطاع، فإن لم يقدر فعلى مواقع التواصل، فإن لم يقدر فبوصية مكتوبة لأولاده أو علم على شرفة بيته، لنعرف نحن أننا كثر ويعرف خصومنا أنهم قلة. وإن كان في بلدك مكتب أو سفارة للعدو، فاتخذ إجراءات الوقاية الصحية من الوباء، ثم مارس حقك الدستوري بالوقوف في الشارع بينك وبين أخيك متران، فلا أنت محتشد ولا أنت متجمهر ولا أنت متظاهر، إنما أنت واقف في شارع السفارة وحدك وأخوك واقف وحده، وعلى السفير وموظفيه أن يمروا بينكما وبين 10,000 رجل وامرأة واقفين مثلكما كل وحده. ومن سمحت ظروف بلده وقوانينه فالتخييم والاعتصام، فإن لهذه السفارات ثأراً مع الخيام. فإن كنت في بلد لا يمكنك الحشد فيه فأضمر نيته إلى أن يحين وقته، وإن وقته سيحين لا محالة. أقول لرفاقنا وإخوتنا أفراداً وأحزاباً، مدنيين في بيوتهم أو نواباً في مجالس الشعوب صورية كانت أو حقيقية، لتجعلوا إلغاء الاتفاقيات العربية مع نظام الفصل العنصري في إسرائيل على رأس برامجكم حين تتاح لكم الشوارع وحين يتاح لكم الحكم. وإن الشوارع لتبدو مستحيلة ثم تتاح فجأة، وإن الثورة تبدو حلماً حتى تفاجئك واقعاً من دم ودخان. فإذا سنحت لك فلا تضيع ما ضيعت من قبل، ولا تلدغ من جحر مرتين. ولقد كنت في ميدان التحرير عام 2011 وعام 2012، وكنت حين أقدم هذا الخطاب للثوار وهم في الميدان وللثوار وهم في الحكم، يقابلني من يقول إن إلغاء الاتفاقية قد يؤدي إلى انقلاب عسكري. فتأمل وتذكر قول المسيح: من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أراد أن يهلكها يخلصها. ومن كان في البلاد التي لا تسالم إسرائيل فكل ما قدرت عليه فافعله، فإن حربنا هذه حرب معنويات، ورب كلمة أو منشور تواسي أهل شهيد وتقوي قلب فدائي، وتشعر أهلكم الذين عزلهم عنكم البريطانيون في خريطة رسموها ظلماً، ثم عزل الإسرائيليون بعضهم عن بعض بخرائط ما زالوا يرسمونها إلى اليوم، أن لهم ظهراً وسنداً، وأنهم ليسوا 2,000,000 في غزة و2,000,000 في الجليل والساحل و3,000,000 في الضفة، بل هم 2,000,000,000 من المحيط إلى المحيط. ومن كان خارج بلاد العرب والمسلمين فليبين للناس أن إسرائيل نظام فصل عنصري، وأن الفلسطينيين كلهم بين البحر والنهر أو في مخيمات اللجوء وسائر الشتات يعاقبون لأنهم لم يولدوا لأمهات يهوديات، وإلا لاستقبلوا بالزنابق في مطار بن غوريون، وأننا لا نطلب إلا ما يطلبه الناس جميعاً، أن يكون البشر سواء، وأن لا يظلمنا أحد بدين أمه، وأن إنشاء دولة لنا
في جزء صغير من فلسطين تكون تابعة اقتصادياً ومنكشفة عسكرياً لإسرائيل لن ينتج إلا ديكتاتورية عربية ضعيفة أخرى، وسيكرس الفصل العنصري ضد من يبقى من العرب تحت حكم الإسرائيليين. فالخلاصة، إن كنت عربياً مسلحاً فوجه سلاحك لعدوك لا لأخيك، وإن كنت عربياً أعزل فخذ الشوارع والميادين فهي سلاحك، ولا قبل للجنود بالحشود. وإن أمرت بظلم فلا تطع وليكن ما يكون، واعص الآمر الظالم حتى يطيع، وحاول 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 إلى أن تستطيع. إن تحرير فلسطين كلها ممكن، فلنجعله أكيداً. وإن نكبة جديدة إذا استمر حكامنا في الظلم واستمررنا نحن في الطاعة ممكنة أيضاً، فلنجعلها مستحيلة. والأمران يا صديقي عندك، انظر إلى يديك، إلى الخطوط في كفيك، واعلم أنك أنت لا سواك من سيكتب فيهما طالعك. واستعد، فإن جيلك هذا جيل حسم، فليكن الخزي لغيرك، وقد سالم من سالم قبلك فأوصلك إلى هنا. فإن أردت أن تطيل عذابك فأطع معذبيك، وإن أردت النصر فدونك مد يدك لن يأخذه سواك.